بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا التمرين حول عمليات على الكسور رقم 1 للسنة الثالثة متوسط والسنة الرابعة متوسط وإلى الأجزاء الثانوي لأنها تحتاجها في العمليات. إذا قال: أجري الحسابات الآتية دون استعمال الآلة الحاسبة واعطي الناتج على شكل كسر غير قابل للاختزال. أولا، كلمة كسر غير قابل للاختزال معناه البسط هذا على المقام يكون أوليا في ما بينهما، يعني مثل ما نقول مثلا 17 على 18، 17 على 18 عددان أوليان في ما بينهما. إذا نبدأ على بركة الله في المثال الأول. قال عندنا A يساوي 2 على 3 زائد 7 على 3 في 1 على 5، الكل على 7 على 2 ناقص 5 على 2 في 1 على 4. أولا إذا نكتب هنا، نجعل تساوي، نكتب تساوي، لاحظوا، ثم نضع خط كسرها كذا باللون أحمر حتى يكون مفترق، ونبدأ بالعمل. عندنا أولا، لاحظوا، عندنا اثنان، عندنا هنا عمليتان، لاحظوا عملية الجمع ها هي، وهنا بين هذه عملية الضرب. القاعدة ماذا تقول؟ تقول أول شيء نجري عملية الضرب في الكسور. إذا نترك اثنان على ثلاثة، ثم نأتي نقول زائد ونجعل خط كسرها كذا. ماذا تقول القاعدة؟ كسر في كسر، البسط في البسط هكذا، والمقام في المقام هكذا. ماذا تصبح؟ تصبح 7 في 1 على 3 في 5. ثم نأتي إلى المقام، لاحظوا هنا كذلك عندنا كسر ناقص، لاحظوا جداء، ما علينا أولا إلا إنجاز عملية الجداء. تصبح ماذا؟ تصبح 7 على 2 ناقص، ثم نجعل خط الكسر هكذا، وقلت البسط في البسط اللي هو كم؟ 5 في 1 على المقام في المقام اللي هو 2 في 4. الآن نكمل أبنائي، نتابع جيدا. تصبح تساوي، نضع هكذا خط الكسر الكبير مع التساوي حتى لا تخلط أيضا الأمور، ثم نكمل. ماذا ينتج لنا أبنائي؟ ينتج لنا 2 على 3 زائد، لما نكمل هذه 7 في 1 اللي هي 7، وفي المقام هنا 3 في 5 اللي هي 15. نأتي الآن إلى المقام، 7 لاحظوا على 2 ناقص 5، لاحظوا هنا 5 في 1 كم هي 5، نجعل هنا خط الكسر مع الناقص، حذار، يعني فيه طلبة كثيرين يعني يضعه هنا، لا، ضعه على خط الكسر على السطر هكذا. ثم ماذا؟ ثم 2 في 4 تعطي لنا كم؟ 8. الآن نكمل العمل، نجعل تساوي هكذا، ونبقي خط الكسر معنا بهذه البساطة لنكمل. الآن ماذا بقي لنا أبنائي؟ بقي لنا شيء يسمى توحيد المقامات. ما معنى توحيد المقامات؟ نتابع جيدا. عندنا لو نلاحظ إلى المقام، هذه المقام السبع للعدد 7 هو 15، ومقام العدد 3 كم هو؟ هو 3، المقام الاثنان هو 3. ما رأيكم الآن لو، ما هو العدد الذي نضربه في الثلاثة، لاحظوا في الثلاثة حتى نتحصل على 15؟ يعني كلكم تعرفون ربما هو العدد، أكيد هو الخمسة، يعني نضرب هنا في 5 ونضرب هنا في 5 ونجعل خط الكسر هكذا. نأتي الآن إلى المقام بنفس القاعدة، لاحظوا إلى مقام الخمسة كم هو؟ هو 8، ومقام السبعة هو الاثنان. ما هو العدد الذي أضربه في ماذا؟ أضربه في الثمانية حتى اثنان حتى أتحصل على الثمانية. أكيد هو العدد، لاحظوا جيدا، العدد هو 4، يعني نضرب هنا، هنا السبعة نضربها في 4، والفي عملية تبديلية لا جدال، ونضرب هنا المقام كذلك في 4، ونكمل العمل. ماذا يصبح أبنائي؟ تصبح
نجعل خط كسر هنا حتى لا تختلط الأمور، وخط كسر هنا، ماذا ينتج أبنائي؟ ينتج 10، لاحظوا 10 زائد ماذا؟ زائد 7. لماذا 10؟ 2 في 5. والمقام لاحظوا هذا المقام 15، 15 يبقى لنا المقام أبنائي هنا 15. الآن نأتي إلى المقام. المقام كذلك ما هو المقام الموحد؟ قلنا هو 8. إذا نكتب هنا ماذا؟ نكتب هنا 8 لأنه المقام موحد. ونأتي الآن إلى البسط، لاحظوا 7 في 4 أو 4 في 7 يساوي لنا 28. عندي هنا ناقص، نجعل هنا ناقص، وعندي 5 نكتب هنا 5. نتابع جيدا أبنائي كيف تتم العملية. تصبح تساوي، نجعل خط الكسر الكبير حتى لا تختلط الأمور، ثم نكمل العمل نقطة بنقطة. نتابع جيدا، ما علينا الآن إلا جعل خط كسر هنا في البسط، عفوا لاحظوا خط الكسر قلت هنا وخط الكسر هنا الآخر الذي موجود في المقام، لأن هنا عندنا كسر على كسرين. تصبح ماذا النتيجة؟ تصبح 10 زائد، لاحظوا 10 زائد 7 اللي هي 17. المقام نتركه كما هو اللي هو 15. وفي المقام عندنا ماذا؟ عندنا 28 ناقص 5 تعطي لنا 23، والمقام للمقام هو 8. لاحظوا جيدا الآن ماذا تحصلنا؟ تحصلنا على قاعدة التي هي، الآن وصلنا إلى كسر على كسر. عندنا قاعدة ماذا تقول لما نجد كسر على كسر؟ لاحظوا جيدا، إذا كان عندنا A على B، الكل على هذا الخط الكبير خط الكسر، سي على دي، على دي، ماذا تقول القاعدة؟ تقول هذا يبقى كما هو اللي هو لا ينقلب، A على B في هذا ينقلب يصبح دي على سي. هذه قاعدة عليكم بتعلمها، ثم نكمل هذا في هذا وهذا في هذا. سوف نطبق على هذا المثال نفس. لاحظوا ها هي مثلا للتوضيح، ها هي الـ A وها هي الـ B وها هي الـ C وها هي الـ D. قلنا الأول يبقى، معناه نجعل خط الكسر، لاحظوا جيدا هكذا، ونبقي خط الكسر الأحمر لهذه القاعدة. تابعوا جيدا، إلا أن خط الكسر الأحمر هنا ربما سوف نتخلى عنه، يعني نترك الأخضر، لاحظوا جيدا حتى يعني لا تختلط الأمور، هكذا ثم هكذا. تابع، لأن الأحمر هنا يمكن أن نتخلى عليه. كيف تصبح؟ لاحظوا جيدا، تصبح 17، عفوا تصبح 17 على 15، وهذا قلنا ينقلب يصبح ماذا؟ يصبح 8 على ماذا؟ على 23. لاحظوا جيدا ال 15 هذه التي هنا باللون الأزرق بقيت في المقام، لكن الثمانية هذه الثمانية تحولت إلى البسط، وعندنا هنا في ماذا تصبح النتيجة؟ أنه هذا في هذا وهذا في هذا. قبل ما نكمل الضرب، هل نلاحظ أن هذه الأعداد يعني أولية فيما بينها؟ ركزوا، 17 أولي مع 15 يعني لا يمكن اختزال، والثمانية أولي مع 23، ثم ماذا؟ ثم 17 أولي مع 23، وعندنا الخمسة أولي مع الثمانية، يعني لا يمكن اختزال أصلا في هذه الحالة. يعني الكسر الذي سوف نتحصل عليه لا هو غير قابل للاختزال في أربع حالات، هذا أولي مع هذا، وهذا أولي مع هذا، وهذا أولي مع هذا، وهذا أولي مع هذا. لا نقول هذا أولي مع هذا لأنهما في نفس المقام أو اللذان في نفس البسط، هذا مع هذا لا يهمنا أنهم يكونا أوليا فيما بينهما. الآن كيف تتم العملية أبنائي؟ نتابع جيدا. إذا تصبح تساوي ماذا؟ نجعل خط الكسر
هكذا تصبح تساوي لنا 17 في ماذا؟ في 8 على 15 في 23 تصبح تساوي، نجعل خط الكسر هكذا ونأتي بالآلة الحاسبة لتعطينا النتيجة النهائية. إذا نكتب 17 في 8 تعطينا 136، إذا قلت 17 في 8 تعطينا 136، المقام 15 في 23 تعطي لنا 3. أعيد، إذا قلت 15 في 23 تعطي لنا 300، لاحظوا، وخمسة وأربعون. هذا الكسر البسط والمقام أوليا. أعيد، اللي هي 15 في 23 أعطت لنا 345، وأعطي 17 في 8 أعطت لنا 136، وهذان أوليان فيما بينهما مهما كان، لأن هذه الأعداد التي موجودة في البسط أولية في التي موجودة في المقام، ها قد تحصل مع النتيجة النهائية. الآن بعد ما أكملنا مع هذا المثال نأتي إلى المثال الثاني اللي هو بي. قال بي يساوينا واحد على، يعني خط الكسر الكبير ها هو أمامكم، لاحظوا جيدا خط الكسر كما أوضحه هنا. سوف نضع خط الكسر دائما هنا باللون الأحمر حتى تكون الأمور منظمة لنكمل. الآن عندنا ماذا؟ عندنا واحد في البسط، يوجد واحد فقط في المقام. لو نلاحظ جيدا هنا لا يوجد لنا الفي، إنما يوجد باء فقط، جمع كسرين. هل نقول هذا في هذا أم هذا في هذا؟ لا، هذاك تلك العملية هي عملية الجداء، أما عملية الجمع والطرح ما علينا إلا توحيد المقام. لو نلاحظ جيدا، لو نقول مثلا 9، أي عدد أضربه في 9 يعطي لنا 5، أو 5 أي عدد أضربه في 5 يعطي لنا 9، لا يوجد يعني عدد مضبوط. هنا ما علينا لما يكون هذا مع هذا أوليان فيما بينهما بالدرجة الأولى، أو لا يوجد أحد مضاعف للآخر بالدرجة الأولى، أن إذا كان هذا التسعة ليس من مضاعفات الخمسة، فلا يمكن إيجاد علاقة هكذا. ما علينا الآن أبنائي إلا إنجاز شيء واحد، أن نضرب التسعة في ماذا؟ في الخمسة، بما أن ضربتها هنا علينا أن أضربها كذلك هنا. والخمسة في ماذا أضربها؟ أضربها في التسعة، هنا أضرب في التسعة وهنا أضرب في تسعة، يصبح في المقام كم؟ 45 وهنا 45، إذا المقام أصبح موحد. يعني كيف تتم العملية؟ ها قد شرحتها. إذا ماذا يصبح الناتج؟ سوف أضع الخط، عفوا سوف أضع خط الكسر هنا حتى أتضح لكم الأمور. تصبح، ركزوا هنا معي أبنائي، تصبح لنا 5 في 4 اللي هي 20، عندي هنا زائد، نكتب زائد، لو كانت ناقص نكتب ناقص، 2 في 9 18، المقام هنا كم؟ 45 وهنا كم؟ 45، إذا نكتب هنا 45. أعيد، ربما أحدكم لم يفهم، بما أن الأعداد هذا التسعة ليس من مضاعفات الخمسة. لو نلاحظ إلى مثالنا هذا الأول، لاحظوا جيدا، هنا لم نتحدث بتلك اللغة لأن الأعداد وجدت أنه أعداد هنا فيها، لاحظوا ليست يعني مضاعفة، هذه الثمانية، لاحظوا الثمانية من مضاعفات الاثنان، لهذا وجد عدد مباشرة. لو نأتي الآن إلى الخمسة عشر، هذه الخمسة عشر من مضاعفات الثلاثة، عليها ضربني في الخمسة فقط، لم نضرب خمسة عشر في الثلاثة. يقول أحدكم ولو ضربنا الخمسة عشر في الثلاثة والثلاثة في الخمسة عشر، نعم يجوز، إلا أن يعني نبعد الطريق على أنفسنا فقط، لكن نصل إلى نفس النتيجة يعني بأبسط طريقة. إذا الآن معناه نجعل هنا تساوي كي نكمل المسير، هكذا تساوي، ونجعل خط الكسر هنا ثم نكمل. ماذا ينتج أبنائي؟ ينتج واحد على ماذا؟ 20 زائد 18 تساوي لنا 38 على، لاحظوا هنا، على 45. لو نلاحظ جيدا هنا كذلك أبنائي يوجد كسر على كسر، إلا أنه لاحظ دائما كسر على كسر معناه الخط الأحمر هو الفاصل. الواحد هذا في الأصل هو ماذا؟
ما هو مقام العدد واحد؟ مقام العدد واحد أبنائي لو نلاحظ جيدا هو الواحد. لاحظوا الآن نطبق تلك القاعدة، لأن أي عدد مقامه الواحد بالدرجة الأولى. لاحظوا A وهنا B وهنا C وهنا D. قلنا ماذا؟ قلنا الأول يبقى لنا هكذا تساوي ماذا؟ واحد على واحد، والثاني هذا قلنا ينقلب يصبح في ماذا؟ في 45 على 38 تساوي البسط في البسط والمقام في المقام، تصبح ماذا؟ تصبح 45 على 38. لكن ال 45 مع 38 هما أوليان فيما بينهما، يعني لا يوجد قاسم بينهما ليقسمهما. الخمسة لا تقسمهم، والاثنان لا يقسمهم، وأي عدد لا يقسمهم، بما أنهم أوليان فيما بينهما. هذه هي نتيجة هذه البي. إذا هذه هي البي يساوي 45 على 38. نأتي الآن إلى السي. لاحظوا بين السي والدي يوجد اختلاف، اللي هو ما هو الاختلاف؟ الاختلاف هو خط الكسر، أي خط الكسر يعني الذي مع التساوي أين وضع. لاحظوا هنا وضع ها هنا وهنا، لاحظوا وضع كذلك هنا، لكن وجه الاختلاف لاحظوا هنا في البسط هي 3 على 7، ركزوا هنا في البسط 3 على 7، وهنا في البسط 3 فقط، يعني هنا يوجد اختلاف. لهذا لا يمكن أن نقول ممكن نجد نفس النتيجة إذا رأيتم، لا، مع الحساب سوف نلاحظ. أولا إذا قلت نجعل هنا تساوي، ونجعل خط الكسر كذلك هكذا يعني ليفصل بينهما، ثم نبدأ بالعمل. عندنا أولا هذا كسر، يعني ها هي A على B وهنا C على D. ما هو الدي أبنائي؟ هو الواحد. هنا في هذا المكان هو الواحد. ماذا ينتج؟ ينتج العمل التالي، نلاحظ جيدا، سوف نقسم هكذا. إذا ينتج أنه تبقى هذا يبقى اللي هو يصبح 3 على 7، وهذا قلنا يصبح دي على سي، يعني يصبح 1 على 14، يعني هذا ينقلب. ثم هنا عندنا في بينهما تصبح تساوي 3 في 1، هي 3 على ماذا؟ على 7 في 14. 7 في 14 ما علينا إلا إنجازها بالآلة الحاسبة تعطي لنا النتيجة ماذا؟ 98. لاحظوا ما هي قيمة السي. إذا السي هي 3 على 98 وهو غير قابل للاختزال. يقول أحدكم لماذا؟ لأن الثلاثة هذه أولية مع 7 وأولية مع 14. إذا بما أن هذا البسط أولي مع كلا العددين الموجودين في المقام، إذا فهي أولية عليهما. الآن نأتي إلى الدي. لاحظوا إلى الدي خط الكسر هنا، تابعوا، نجعل هكذا ونلاحظ ماذا سوف يحدث. قلنا هل هما متساويان أم لا؟ قلت هنا لاحظوا هنا أبنائي عندنا ثلاثة، ها هو خط الكسر الكبير ثلاثة، والثلاثة في الأصل قلنا هو ماذا؟ الثلاثة في الأصل هو الثلاثة على واحد، وها هو الكسر الثاني اللي هو A، هنا A على B، A على B وهنا C على D. قلنا ماذا ينتج؟ ينتج الA هذا الكسر، الكسر هذا اللي هو الثلاثة، الثلاثة في أصلها على واحد. هنا لو نجعل فاصل بينهما هكذا حتى نضع الفي، يصبح ثلاثة على واحد، وهذا قلت أبنائي يصبح دي على سي اللي هي ماذا؟ 14. قلت دي، ها هي دي على سي اللي هي على 7، ونجعل هنا بينهم في، لأن هذا يبقى وهذا ينقلب يعني مقلوب. ثم نكمل العمل. قبل إكمال العمل لو نلاحظ جيدا أن السبعة والأربعة عشر ليس أوليا فيما بينهما، يعني نكمل تصبح ماذا؟ تصبح 3 في 2
في 7 على 3 في 7 1 في 7 اللي هو كم؟ 7. لاحظوا جيدا ماذا سوف ينتج أبنائي، لأن قمت بتحليل ال 14 إلى جدا عاملين اللي هي 2 في 7. لاحظوا بما أن هنا في وفي لم يكن زائد، احذروا إن كانت هنا مكتوبة هكذا 3 زائد 2 في 7 على 7 ويأتي أحدكم ويقول يا أستاذ سوف أختزل هذا مع هذا، لا يمكن أبنائي. لماذا؟ لأن هنا الزائد والزائد أمره شيء آخر. هنا كي تعرف كأنك هل يمكن لك الاختزال في هذه الحالة أبنائي، عليك أن تفعل هذا الشيء فقط حتى تعرف نفسك هل يمكن الاختزال. لاحظوا ها هو الزائد، سوف أقوم بتفكيك المقام بعدما قمنا بالتوحيد. لاحظوا نجعلها تساوي لنا 3 على 7 زائد ماذا؟ هذا. لاحظوا هنا ها هو حد وها هو كليا الفي بين الأعداد لا يمثل حد إنما يمثل عدد كليا، نجعلها يعني لو نأتي إلى الـ 14 سوف تعلمون ذلك، معنى تصبح زائد 2 في 7 على 7 لأنها هو الحد، الحد هو بين الزائد والناقص، فيمكن هنا الاختزال هكذا تبقى لكم 2، أما 3 على 7 لا يمكن الاختزال. لهذا احذروا من هذه الأشياء، يعني فيكم من يقول إذا رأى 7 الفوق والسبعة في المقام أو نفس العدد يبدأ بالاختزال، لا يبدأ الاختزال إذا كان بينهما الفي فاختزلوا أنت حر، أما أن بينهم الزائد وتبدأ بالاختزال إلا إذا وجد عامل مشترك بين البسط والمقام. تصبح تساوي هنا يمكن وضع هكذا وتصبح 3 في 2 هي 6، هذا ماذا يمثل؟ دي. لاحظوا إلى الدي 6 ولاحظوا إلى السي 3 على 78، يعني اختلاف كبير. لهذا احذروا أن يقول أحدكم أن هذه الكتابة اللي هي كتابة سي، كتابة هذه الكتابة اللي كتابة سي وكتابة الدي أنهم متساويان، لا يوجد اختلاف كبير. كيف أعرف ذلك؟ على خط الكسر الأعظم الذي يساوي هنا على هنا وضع مع التساوي هنا. لاحظوا جيدا، لو نأتي كذلك وأوضح أكثر حتى تعلموا هذه الأمور، لاحظوا سوف أتي بهم مع بعض. لاحظوا جيدا، سوف أقوم بجلب العبارتان مع بعض ونلاحظ وجه الاختلاف، هذه العبارة الأولى وهذه العبارة الثانية. لاحظوا جيدا، قلنا أين هو خط الكسر؟ لاحظوا السي، ما هو السي؟ هو الثلاثة على، لاحظوا وجه الاختلاف، لأن خط الكسر الأعظم هو هذا. هنا لاحظوا ماذا يوجد في البسط، 3 فقط، وهنا 3 على 7. لاحظوا في المقام هنا 7 على 14 وهنا 14، هل هذا يساوي هذا؟ لا. هل هذا يساوي هذا؟ لا. إذا كيف نقول أن هذا هو وهذا متساوي؟ لا، لا يمكن قول ذلك. وفي الأخير أتمنى قد أعجبكم الشرح أبنائي، وزوروا موقعنا على صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.